السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. قلنا لكم بنادم يغير طير، يمسي في بلاد ويصبح في بلاد، والمسير رب العالمين، على أساس أنه بندش البحر البارح العصر أمس العصر، سبحانك يا رب. وترس الهواء، ترس الهواء غدا البحر زبدت وحده. قلنا ما شيء كالف، لو بعدنا يبكم نكد على أي تام البحر، اللي بيدش البحر نحن ندش نقزر دوب ونتسلى وكرياضة وناسه. يا أخي سبحان الله، ما الكتب أن نروم ندش البحر؟ فقلت في خاطري شي بيتني، صليت المغرب وعينت من الله خير وتقهويت ورمست وسولفت عند الجماعة، توكلت على الله، والساعة 10 بوي أنا في بيتي، ومسيت عند عيالي وعند أم محمد وعند العيال وعند الأحفاد. هذه بقول لك المكان مسيس مرة محكومة. هذا واحد أبوي على اليسار قابض المكان مرة قبضة ما يحترج، هذا واحد. وهذا طالت عماركم الثانية، اثنين، واحد على اليسار وواحد على اليمين. يا الله يا رب إنك تخليهم، بالأخص هذا وهذا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. ايش اسوي؟ اقول لكم امورنا طيبه. كان يومين ثلاثه فنانات في البحر، وافيناكم بكل المستجدات، مشيناكم، وديناكم دارنا بعيد، ما خلينا بكم بقعه، واسبوع اللي قبله وديتكم ابوي جزيره قاقه، واسبوع هذا وديناكم شويهات، واسبوع الجاي العلم عند الله وين بيكون، والدنيا مطرجة. هذه يومياتي انا، يومياتي اللي اعيشها انا، هذه ما عندي في شيء مسبق الإعداد، نسوي الإعداد ومونتاج وهذا، ما شيء موجود عندنا. اللي موجود هذا هو زنجبيل بترابه، تبونه ولا ردوه على أصحابه، هذا هو الموجود. والجود من الموجود، ما عندي شيء مغباي ولا شيء من بيتعدل وبيتزين بنظهره وبسقله، لا، هذا هو الحياة اليومية، اليوميات البسيطة، والجود من الموجود. الجود من الموجود، ما روما أسوي شيء ما بموجود عندي، ولا أني أدعي المعرفة، ولا أني أدعي الأمور هذه كلها، لا، لحش علي اسكت. أنا إنسان بسيط على قد حالي، والحمد لله أموري طيبة، والله ميسر أموري وين ما أسير، صادق مع نفسي وصادق مع العرب كلها الحمد لله. فلذلك حسن لسانك تستوي الناس كلها خلانك. ما عندي أنا أبوي غز خمير وغز محلة، قز خمير وغز محلة ما عندي. أنا أبوي اللي عندي كله محطوط في قناتش، وشي في القون، وشي في صياني، وشي في دواري، شي في تباسي، محطوط مغرف، ما شي شي مدسوس ولا شي قدام الناس غير ورا الناس غير. هاي حياة البساطة، والحمد لله رب العالمين، الأمور كلها متيسر ولله الحمد، فضل من الله سبحانه وتعالى. لا غثيت حد ولا ضريت حد، ومرضي والدي ومرضي ربي قبل هذا كله، والحمد لله رب العالمين. يقول لك الآدمي اللي متصالح مع نفسه، صديق مع نفسه، تلقطه متصادق ويا الناس كلها، واللي متناقض تلقطه بوي الناس كلها، قدامه بوي ووراه بستمية ألف وي. هي والله هذا الإنسان اللي شو المتناقض مع نفسه، ساعة عدل وساعة مايل، ساعة هذا يوز، ساعة هذا ما يوز، ساعة هذا يعني أمور 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 لم ينزل الله بها من سلطان. الصديج صديج والعدو عدو، الصديج صديج والعدو عدو، الناصح ناصح، الناصح عمره ما يكون ضار، والضار بحياته ما بيكون ناصح. هي والكريم ما يغدي بخيل، والبخيل يا ابوكم لو بتنقص خمرة راسك انخله، ما شفته يتكيرم. البخيل لو بتنطر خمرة راسك انخله، ما بتشوفه يتكيرم. والكريم لو بتقطع من ينبه، لو بتقطع من ينبه قال لك خذ زيادة، لأنه شو كريم. قال غني، قال ما في ساسة غنى، اللي ما في ساسة كرم وما في ساسة غنى هذا مستحيل، لا تدور فيه الحقه ابدا ابدا، الحقه ما بتلقطها. صديج اخو دنيا، من استوت الاعراف، هذه هاي من اعراف العرب، الصديج اخو دنيا، لكن دامه ربيعك ويسوى عينك ومعينك ترى صديجك. يا غير
إن شفتهم صادج عدوك، إن شفتهم صادج عدوك، عرف إنهم الاثنين هذيل عدوان، يغير واحد في السر وواحد في العلن. هي واحد في السر وواحد في العلن. هي لأن كيف يصادج عدوك؟ كيف يصادج عدوك؟ ما يصادج عدوك إلا عدوك. هي هذا اثنين عدوان من استوت الدنيا، لكن أنت التحرى صديج، الصديج اللي عادي أنت من تعادي، يعادي عدوانك ويصادق صدقانك، هذا اسمه صديج. يا غير الصديج بويهين ما شيء، يكيل بمكيالين ما شيء، ما يستوي صادق عدوك أبدا. قولي صباح الخير على المتابعين. كان حاط الصورة السودة نفس أمس. لا والله حاطني محروقة، شو الفلتر هذا اللي حاطني بيه محروقة؟ عمي الحين أنت تصور؟ لا يا سقايس أطالع الصورة كيف تغادي إذا حطت فلتر. شوي الحين يا سصور فلتر. ها؟ بس حط لي فلتر. لا 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 زين زين، لو قام من نومه والشين شين لو غسل عيونه. أخوي لا تحط لي لا فلتر ولا شيء. ما شاء الله عليك كل ما فيك زين تبارك الرحمن. شو بسوي الفلتر هذا؟ ها؟ صباح النور صباح الورد. ماشي عليك عمي على المشاهدين بعد. ليش زعلان علي؟ ليش وايدين يسألوني عطيت عيدية عطيت عيدية؟ اقسم برب الكعبة ما اداني عيدية. لا تجيبوا موضوع العيدية لا تجيبوا لي الحين عمي. ليش؟ خلاص خلاص. سبب يا هدى ليش زعلانتي؟ العيد العيد صغير عطيتك ولا لا؟ العيد الصغير عيد رمضان والله اني عطيتك العيد 500. الحمد لله إيه؟ انا 500 ومن هالعطاش 500 هذه 1000 وصلاح ما ادري كم هذا ما انزين الحمد لله. قصي ابوي نصهن حق العيد العود. اقصهم حق العيد العود؟ هي نصهن عاطنك يوم عطيتك قلت انا هاي عيديه حق العيد العود والعيد الصغير. هي انك انت تبين تاخذي وديتين ما يستوي. ترى عطنك في العيد الفطر وقلت لك هذا عن عيد العود عيد. ها؟ أه؟ ليش انت بخيل؟ انا بخيل؟ لا 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 والله العظيم لا لا تحلفين الله. اي والله ما تطلع فلوس انت. وليش؟ ان شاء الله حدني اعطي انا ابو 500 ما بفلوس هذيل كم تبيع 50000؟ ايش الحين اعطيتني انت 500 ما اعطيني ولا شيء. لا العيد الفطر في دمك العطر شليته عنك؟ تحلفين؟ ادري هذا عندي غيره في المجلس لكن انت العطل اللي اعطيتك اياه رديت شليته عنك؟ ايه شالوا منهل. تحلفين الله؟ والله العظيم ما شلتي. وانت ظاهر ما كان وياك العطر؟ انا ظاهر وكان معي العطر لما طلعت جنب الباب خذيتوه لي. خذ الله اجلك يا كذوب والله انه تجلب. الله تبع عيدي وديتين عطيتك ابوي عيد الفطر قلت لك هاي النص حق العيد الفطر والنص حق عيد الاضحى. العيد الاضحى ما شيء باجي عنه. ناس انت تدرين حد من العرب البعض يفصلون كنادير في العيد الفطر، العيد الاضحى ما يفصلون كنادير. انا اقول لك ليش يغسلونهن يلبسونهن ولا يلبسون كندوره في العيد وكندوره في العيد الثاني. لا لا كل الناس تفصل كل الناس سعيد. الحين ما في عيديه اقول ما في عيديه. اعطيتك العيديه ما في طبخه عمي مع السلامه كل واحد ما حطبخ عليها. قالت ما بتطبخ ما بتطبخ ابي كل واحد بني بغيرك بدال الوحده 1000 جيب 20 وحده. هي بنيب ابوي شدو والله العظيم خاطري تجيب بنيب ابوي بنيب عمت عمتش عمتك هي نعم عمت لا بنيب عمت عمي يعني بمعنى ان اللي اخير عنك جيبها بنيب ابوي بتطبخ من كل بلاد ما حد ابوي ما حد ما يبغى انت حتى ولو دقيقه. اوه الناس بس تشوف التصوير ما تشوف الكواليس اصيح تصيحي والله بطول لسانك اصيح واقعد واقول خلاص ما ابي اصور من الصراخ. عادة صلاحي قبلي اليوم انا جيت قبله الحين هو ما يتحراني داخل. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا منو؟ ما اعرف يا بحر كيف؟ ما يخبروا ابي يوم الاذون يتحراني انا في البحر؟ ترى مخبرنا كان البارح ما قلت لك اني بي انا خبرتك البارح ولا لا؟ انت يلا صباح الخير صبحك الله بالخير يا ابو احمد صبحك الله بالخير يا ابو احمد صباح الخير يا ابو احمد جود مورنينج يا بعد
يلا ترى من زمان ما حبيتني. ليه؟ هي قيل يلا عقوين الحبه قيل انا ابو بترقد انت الكودين هي ايوه يبا وحده هاي يلا وين الحبه ها الوقفة كلها يبيت نقر طبه ها وين منها شو تبه على هوا كل تنقها خيرات الله كلها موجودة خيرات الله كلها موجودة ساري ودي السيارة في الظلة صلاح نزيب بيعدل يا ربي اسميك ماذا بيخلي السيارة في الظلة صلاح ما يعرف شو ما يعرف يعرف كلام هذا ما يعرف هذا هو ليه يعرف شو تبه وين تبه أي واحد من هذا ولا من هذا؟ هذا الحين عينك هناك واصبعك وعينك هناك على الدريول لا 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 خلي احط لك هاي شو رايك؟ ولا لا اصبر اصبر طالع لك وحده وحده فنانه بنعطيك صلاح وحده من الدهن وحده من الدهن بنت نقارك اصبر شويونه ايوه تبع ايوه ايوه ها ما شاء الله يا غير مح تبارك الرحمن اصبر غسلها قبل يلا توكل بسم الله ما شاء الله تبارك شو اليوم غداينا؟ سوي شوربة مع اللحم راس مال القدم وفي كرايم سوي شوربة كم حبة كرايم فيه؟ في أربع قطة وراس واحد ما يسد شوية هذا؟ هذا مال واحد قدم ما في أجو يجيب رمية أنت بتاكل وياي صلاح؟ وي باكر اليوم كرايم لا شكرا بي شكرا ما تبي كرايم؟ كرايم شوربة باكر وخبز وقافي وبصل ورويد وبقل شو رايك ورقاد عفوا يعني ما تبه تبه ولا لا ان شاء الله ماشي بسكر على هواك اللي تامر عليه حاضري حاضري وين سرتوا وين جيتوا في العيد العيد ما العيد ثلاثه والاربعه والخميس والجمعه والسبت خمسة ايام وين سرت بس كيف يعني فلاح بس بالفلاح لين خلاف لين خلاف لين بيت بدرية ثلاث الطوم أربع بيوت بس ثلاثة بس ونحن بلاك ما جيتنا عادي لا شوي العيد جيت يوم العيد إيه بس ما شاء مشكلة صراحة كم حصلت عيد عيد دخلت كده لا ريوك لا بعدني زين شو صلاح عيدية كم حصلت وانت بس واحد ما حصلت عيدية؟ انت واحد انت بس غير ما حد حصلت لا ما 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 اي كرشه كرشه وكراعين وراس بعد توكل على الله يلا نظف زين وعدل زين يا ويلك صلاح تغدى وياي كراعين ليش يا حبيبي كريعينا شكرا بابي ولا بابا بسافر انا بتوصلوني بتلسون يومين عقب بتردون بضبي بتلسوا بعد يومين ولا ثلاثة بتردون درزدن دان تاون لا مرهين بنسجل البحر حبيبي شو رايك انت بحار وحوض سباحة شو رايك انت شو رايك شوف لا لا خله خله هنا هني ها خله هني على يد هني هي هي تحت ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله يا فيفاي هاي بقول لك فاكهة الصيف هاي فاكهة الصيف هذا انتاج مدينة محمد بن زايد ما شاء الله ايوه ها فتحي الصندوق طلعي الاولي اللي هناك هناك يلا براويك اللي خملناه نكمل يوم نحن ما حطينا في الصندوق ظهري طلع طلعها كامل بعد 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 أيوة بعد طلعي هالشيء للصلاة شو ما شاء الله شوفي ها ريدي ولا لا ريدي أيوة شو ما شاء الله تبارك الرحمن يا ربي ما خلنا لريحة الفيفاي تبارك هي هي تعطيك all here ها على الطاولة الحين برد هاي المكان هاي بارهم بعد ثلاثة أيام أربعة أيام بيلحق الخوات شو حبيبي؟ عبو. شو؟ فيفاي عافية عافية نقي وين اللي مستوي زيادة وقطعيها حق ريوك اوكي صح الحينة والله الحينة اوكي
يلا بارك الله فيك. صلاح صلاح ما ياخذ ما ياخذ العيد العيد. انت ما بارباب؟ ما انت ارباب ولا لا؟ لا ما بخذيه بس بيت بيت اخذيه. تقول يقول لك يوم تبي العيديه تعالي للبيت في الفلاح. تعالي للبيت. انا اليوم رايح الفلاح. زين بتيك الفلاح بتعطيها عيديه؟ مالي صلاح بتيك الفلاح عطى عيدي مو عيدي أول عطاك العيد الصغير عطاك العيد الصغير خلاص ما يسوي العيدين صلاح ما عطيته قد هذا عطاه عشر عشر مينون بتشاه هذا عطاه خمسين مية مية صالون لا حول لا يا صلاح البيزات حينة ما بتعطيها؟ لا وقع وقع ابو لين عنده سكين العين سكين؟ من وجهك؟ صلاح انا حشيك حشيك من السيارة لا 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 والله لا ياكلت ليش اكتر شو اسمك دري ولا عمي؟ اسمه فيصل 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 صلاح صلاح بتتكود خلت ولي خل ما بت ما بيعطيها ما بيعطيها ما بيعطيها البوك فيصل اي لس اي خلص اي تخبلي به يلسي 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 خلاص فيصل عشان يوصلني مزيد مول لا تك واحدة ما مزيد مول اثنين مول اول واحد مول صلاح ما ادري ليش بيروح عنده شغل ما يقدر ما يقدر يخلي زبالة صلاح انا ايش والله ما صلاح 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 تبغى تصير ويانا دبي؟ مين مينو ما يسوي شغل ليش؟ ما يسوي دبي بتصير ويانا دبي؟ مينو مينون ليش؟ خبلة ما بيودي حتى دبي ما بيودي شو يا؟ ما بلا مينو هاد عيون الأرض أسبوع دبي أسبوع هتقعد في دبي؟ أنا ما أشتري أغراض عشان رايح المغرب. أوه جرير يدي جرير. أوه يكفخ جني يقول لك. بس خلاص خلاص تولي ما شو دبي دبي يوم أسبوع وحطته خلاص أسبوع خلت تولي أنت عنك زراعة الفيفاي سهلة وبذره مكوّد في كل مكان والنوعية تعرفونها كل إنسان على حسب رغبته وتوقيت الزراعة وقت وتوقيت البذر وقت وتوقيت تنزيف التربة كلها تعرفونها وكلها موجود في كل مكان معلومات عندي وعند غيري وايد ضروري لكل منكم والجميع يزرع الفيفاي فيفاي من الفواكه الصيفية اللي تظهر في كل مكان تثمر وغزيرة الإنتاج وطعمها شكر ريج وزينة وفيها صحة وفيها فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى اللي هي فاكهة الفيفاي قل بسم الله والله أكبر ولا إله إلا الله توكلنا على الله شو رأيك رقم واحد ولا رقم اثنين زين عافية هذاك ما يداني التصوير النسر ترى الفيفاي ما شي شراته يلين البطن يلين البطن يخلي بطنك رقم واحد يلا علت عاد ما بلا تصرق علت تكود شو هذا صلاح علت ايه دراني كلن ينفعك وكلن يسوي لك شيء وكل ما تشكر ما تقول شكرا ما تقول جزاكم الله خير ما تقول ما قصرتوا تحفر اذنيك بالقطن وتنظف اذنيك من هالخياس اللي فيها وتقرض ظهورك وكل شيء بطه عطاك عيديه عطاك عيديه انا انت ما عطاك عيدية؟ أول وين عطيته أمس؟ أول وين عطيته من بوك أقول من فلوسي؟ وشته؟ بفلوسي أنا بتليش يعني؟ ما بقول الصلاة لا لازم من فلوسك خلاص لا تقفي إلا لا 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 بعدين وبا بتعطيها بعدين؟ خلاص بعدين متى عاد أي يوم؟ اليوم اليوم ولا متى؟ العزين متى عاد؟ شهر بعد شهر؟ آخر الشهر يوم بيفيض المعاش شو كيف الحال حبي يزيد الحساب ريولك وذنيك ويديك شو هذا ما تخوزين قبل ما اعطيك ألف بعد
خيبة. خيبتين أنا أبوه. شو هذا؟ ثلاثة ما مخاب دنيت ويديت وريولك ألف ما بوايد عليها. بعد حين نظرة شريرة. شوف كيف كيف؟ أشوف العيون؟ يا سلام. بابا ألف ها؟ إيه بابا. 1000 بيعطيك صحي يقول لك ما تبين. وصل المدخن. يا مرحبا يا مرحبا بالحامل والمحمول. اشوف راويني اشوف راسك. يا سلام انثر الليل انثر الليل كيف استوى هالشكل؟ سبحان الله راقده في الليل واصبحت الصبح ما شاء الله. هالي يغنون على راس اشوف رامي شومي شومي هذا. اصبر اصبر علق الله الصبر. انا بابا بابا لا بنت لك ريح اصبر علي. خلنا نخبرهم هذا يقول راس سيربط الخيل راس سيربط الخيل هذه راس يربط الخيل هذه ما شاء الله تبارك الرحمن. عيني عليك بارده هب الله تج. انا ابو سحر انثر الليل اصبحتي هالطول راسي. هذا اللي تشوفونه الفور وايد تخبرون شو هالفور. هذا سنوت ويلي لان سنوت ويلي لان ومثيبه و... ومليسه ثلاث اربع نمونات احط وهي اخلي شويه على الضوء واشرب منه من متى عاد من سنين. هذا اذا ما ينفع ولا ما يضر. زين صبري الو صبري عاد انت ها اذا ما ينفع ولا ما يضر. زين ولف وايس المثيب زين. شو حطيتي داخل شو داخل الحين؟ يو فورغت تنم يا سون اي نو ذس وان هي كزبره اي نو ذس وان هي لانا هي لويزا هي سوان شويه جينجر هي هي تبشر الزنجبيل بعد هي هي دوت نو شو اسمه ما ندري شو. المهم مجموعه اشياء ويحطوا لي اياها في قوري واسخنها واشرب من طرب وديتي الصبح والمساء. زين اذا ما ينفع ولا ما يضر؟ اذا ما ينفع ولا ما يضر؟ ها كلها اشياء طبيعيه وفنانه. يلا تدخل قل تنشك تنشك عوده هذه عوده. قول بسم الله صلاح قول بسم الله آه. بسم الله والحمد لله وعلى بركة الله والله أكبر. ها شيء يطلع فيه واحد في هاكو واحد وين يا ربي صلاح صل في ذنيك صل ودك كتشر ليش انت ليش ما تسوي تنظف ذنيك ها انا سيدة تقول لك لا لا انت ما اخ عليك صلاح ليش ما تخلي نظف ذنيك انت انت اللي تحربت تنطر طبلة اذنيك يا ربي هنغبون على اثار اقطاو يا راد داخل شو داخل عسل جبنا لكم صلالة ابوي لين بضبي هذا الرداد ها على ما تشوفون والشير مبسوط مستانس اسمعي من الله خير والخير خير والشر الغيره رقم واحد الحمد لله ما علي باسان ما شاء الله هاي فكرة جهنمية فكرة جهنمية بيت كامل دور مدار مرة واحدة تشغيل تم واحدة أبدأ خمس دقايق تغدي الدنيا كلها خرسانة ورويان والجو لطيف ما شي شراته مور سترونج كورتادو أو بيكلو كورتادو أوكي I need one Cortado, but extra hot and very special. Of course, it will always be special for you, boss. Thank you, thank yes, you. What's your name? My name is Elijah Achubtenin. Elijah Achubtenin. Achubtenin. Tenin. Yes, boss. Elijah Achubtenin. Yes. My name is Khalid. 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 Nice to meet you, Khalid. Thank you, Habibi. Mr. Khalid, for that matter. Thank you, yeah. Welcome. Thank you. Thank you. That's it. Hey. What about you, madam? Hi. My name is Jane. Aha. Nice to meet you. Thank you. Thank you very much, Jane. Thank you. Jane, you happy in Abu Dhabi? Very happy. Very happy? Very happy. You like the weather? Thank you very much. Thank you. Are you going to be happy if you are fashionista? Absolutely, I would love to.
والله؟ Yes. What can you do? Like what? Well, fashionista, I think there's a lot of options like modeling, maybe being singing. Singing. Come this way, please. I cannot sing. You but... no. We need your sing from your country. Small one. Eso. Aha. Yalla. One, two, three. Oh my God. Mafia, come here. Look at the camera with the, there, the customer there. Oh, good. Rishad, can you assist me? No, don't talk with the okay, only okay. You. Stay there. What song can I sing? Yalla. I love you. خس الله تهالغنية الخايسة. Good song. Good sing song. Anything? No, good one. Good one. Ah. Oh my God, oh my God. The thing is, it's so silent, uh-huh. So I don't have options. So, any choice for a song I can sing? Yalla, quickly. Running out of time. Shoo? Shoo? Anything? I don't know any song at the moment. Oh, you married? No. Why? Not yet. Why? I'm waiting for the right man. Yeah, have the right man. Come here. Hello. Come this way. Come here. Come yeah, Ledway, come this way because ladies there. Come here. Ladies there because we don't need the camera go there. Yeah. Mm-hmm. Come this side. Okay. Married her? No. Why? No, for married, they don't just give no. Like that. Huh? Why? No, I love. She's this cute is... and yeah, no, that one is do good, this. But this should be a mutual agreement. Voila? Yeah. دكتور عباد الله انا جاي اليوم عندي موعد مع دكتور عباد الله yeah. انت اسمه يور نيمز عباد الله ذا اذر دكتور قرة العين yeah. شوف انت بالله عليكم الاسم yeah. هو اسم عباد الله yeah. وياره الثاني اسمه نيم قرة العين yeah. الله اكبر yeah. ترى حتى عندهم نوع من انواع الهمبه في باكستان يسمون الخد الجميل ونور جهان وبهجه الانظار شو بقول لكم اساميهم في باكستان غير نمونه yeah. Thank you, دكتور. مو أسألك. دراني. والله يبوكم تحرون عمالكم بتسوون حد عادي. حياكم ما تسوون أظهلكم الحد العادي. شوفوا زين. ما شفتوا حد هالنمونة. مستحيل. لكن الإنارة ظالم دني. شو أسوي؟ الإنارة. بارب الله تجا الإنارة. التصوير. زين شو أسوي؟ التصوير قديت هالنمونة. شوفوا. والله يبوكم الذي يا سلام والله اللي ما تخرب يا ابو محمد وين ساير وليش وشو هناك وليش هالرزه كلها وهالتزقريته هذا كله طالت اعماركم الحين من اوصل للمشرف بعرفون يصير تنعليه وش رجله وعنده منون وشو هذا الشيء اللي انا داز بهالحيل كله لجلي وشو السبب انزين طارت عماركم انا بخبرنكم قايل لكم انا وين الحين عادهم ما يعرفون طريقتي في التصوير ويدروا بني انا ابتديت وهذا انا خالد الخالدي وهذا الرجال سالم بن سعيد بن سالم بن ياعد القبيسي هاي اللي يرانا من يوم نحن يحال بين وبين الحين ما يدري اصورك وهذاك منهل وهاك المصور وهذا الرجال الحين انا وين وعند منو انت في المشرف زين بيت منو هذا بيت مشلم سالم بن سعيد والنعم النعم بحالك تعرف منو الجماعه اللي انا عندها طال عمرك محمد بن سالم عيالي نعم عطني اسمك كامل محمد بن سالم بن سعيد بن سالم بن ياعد القبيسي بن سعيد بن سالم بن ياعد القبيسي هذا مسماي على اخوك حياه عيسى زين وهاي الحرمه بن سالم بن سعيد بن سالم بن ياعد سالم بن ياعد البيسي ام احمد كيف حالك مساك الله بالخير مساك الله بالنور والسرور منو بثينه والله ما علي سامحيني انا هاي طريقتي حق قبل ما نبتدي التصوير هناك التصوير الرسمي اللي بينزل في للعرب لكن الحين نحن بك بدايه وخلاص بنبتدي بالتصوير الرسمي بثينة بنت مثل ما نقول دائما احنا عيال زايد بنت زايد الله يرحمه وغفر له بنت من الامارات من ابو ظبي من هل الدار اصولنا ترجع الدلمة
عاشوا أهلنا وعشنا إحنا وربينا في أبو ظبي. يعني شو أقول؟ مجال عملت؟ ما أعمل حاليا. أعمل حاليا في يعني وظيفة حكومية، ولكن أعمل في أبحاثي الخاصة باحث حر في تاريخ أبو ظبي والحياة الأوليين وبدقة وتفصيل. بس أبو ظبي؟ بس أبو ظبي، بس إمارة أبو ظبي. ليش؟ ليش؟ لأنه من قيام الاتحاد الحمد لله والشكر عندنا كتب في كل المجالات للإمارات بشكل عام. نعم. الآن أعتقد إحنا عدينا إن شاء الله بندخل 50 عام. نعم. من اتحادنا 50 عام كتب عن الإمارات. الآن مفروض ندخل في بقعة من الإمارات نكتب عنها البيانات الخاصة لكل منطقة. يعني عندك أبو ظبي إمارة كبيرة، يعني تقريبا أكثر عن 70-80% من مساحة الإمارات، مناطقها الشاسعة معروفة، منطقة العين عندك أبو ظبي، عندك المنطقة الغربية، المنطقة الغربية ومنطقة الظفرة بعد تتقسم إلى مناطق. فما يصير إحنا كباحثين يعني ندقق في أمور نقول هذا كله واحد، في تفاصيل التفاصيل. البدو لهم حياة، الحضر لهم حياة، هل الليبال لهم حياة، هل اليزر لهم حياة، كلهم نفس القبائل، ولكن في دقة التفاصيل. وأعتقد وايد من الأجيال الحالية تريد تدخل في تفاصيل التفاصيل. توكل على الله. مرخوصين يا بغنيم نرمس على هوانا، على هواك. نعم. وبحضورك توكل على الله، لا خلينا منك. الله يحييك. اللي شدني لما أحمد الله يسلمكم، أنا صداقة ويا حلها ويا يدودها ويا أمهاتها وبهاتها وخوالها وعمومتها وكل طوايفها. اللي شدني كتاب رمست عنه العرب كلها اللي هو هذا. شو اسم الكتاب هذا محمد؟ ملابس وحلي سكان إمارة أبو ظبي، قبائل حلف بنياس إلى آخر 100 سنة قبل البترول. أيوة. وإلى آخر تاريخ يعني قدرت توصل. زين هذا نحن حين بنتناوله في حديثنا من ضمن الكتب اللي انت سويتيها واللي بتسوينها ان شاء الله. فلذلك نحن ما بنكثر عليكم، بنتريح بنبتدي التصوير انا بس بغيت اخبركم نبذة فقط، لو نقطة من محيط هذا البحر العميق ما شاء الله عليها بتسالم. ظاهر من بيئة عمام وخوال، من مجموعة كبيرة من اللي عانوا من ويلات البحار والبر والبحر، فعاشوا وتمتعوا في الـ في الـ في في وقت البراد وقت الحر وقت كل شيء. فهمني انها هي اللي انا اعني انا للعرب كلها. يا غير هذه من يعني حالات الثوب رقعت تبنوا فيه، وانا يشرفني اني انا اتلاقى وياهم في بيتهم عند الوالد وعند العيال وعند الشباب ما شاء الله. سالم ده. عيالك شو هذا اسمك تذكره مهندس؟ ومهندس الحمد لله. منو منهم المهندس؟ محمد بن سالم. وين هذا محمد بن سالم؟ نعم. مهندس في شو محمد؟ مهندس مدني ومخطط حضري ما شاء الله. وعيسى؟ انا عندي هندسه كهربائيه والكترونيه بس حاليا اشتغل في الماليه. ما شاء الله عليك، الله يواليك العافية. تشرفت بشوفكم، ويا سعد حظكم، يا سعد حظك يا عيسى يا سمي عيسى. إيه والله أنا أنت مسماي على عيسى بن 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 سعيد رحمته الله عليه. إيه رحمته الله عليه. أنا أحب هاليتكم كلهم يعني. هب أبوك حتى يدودك أنا رابي وياهم. الله لا خلانا لا منك ولا من هلك. الله يبارك في حياتك إن شاء الله. إن شاء الله بيكون لقاء جميل ومثمر وبناء، بيكون شيء ما شيء شراته في الدنيا العودة إن شاء الله إن شاء الله. ماريتا السلام عليكم. ماريتا كم سنة أنت موجودة؟ أنا؟ هي 91. أنت يوم يجي هذا موجود ولا بعدين هذا يجي؟ موجود. كم سنة؟ هذا موجود بس هاي هي ربيتيهم كلهم وحين تربين عيالهم. مبطل السيارة. شوفوا الإنسان وين يلقط الطيب والأخلاق، وين يلقط الطيب والأخلاق الطيبة.
يعيش يعيش ويعمر دهر. حصلوا المعامل الطيبة وحصلوا اليود والكرام وحسوا عمار كأنهم عند هاليتهم. فلذلك تلقط بدال السنة والسنتين يكملون بالثلاثين والأربعين وخمس وأربعين سنة شيء منهم. وبشرك يا حفيدها هني مو بالله رايلها ولا ولدها حفيدها هني. شو أنت؟ هي كلها عندنا حفيد. كل العالم تغوص ابو ظبي، حتى اكتشفت ان في شركات المانيه يتبع تغوص